السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم هي رسالة خاصة جدا بعلاقات التوائم والتواصل الروحي وعلاقات المنفصلين. ويمكن هنا في الطاقة اللي قدامي ظهر علاقات الباست لايف بقوة جدا جدا جدا. اول حاجة طاقتك يا اللي بتسمعني، طاقة المستمع الان، في منكم اخذ قرار نهائي بقطع العلاقة دي؟ خدتوا قرار حاسم بانكم تبتعدوا؟ زهقتوا؟ تعبتوا من عدم التوازن؟ انتوا هنا للبعض منكم اخذ قرار بقطع العلاقة دي بسبب طرف ثالث في الموضوع، طرف ثالث او علاقة ثلاثية. اكتفيتوا بالتواصل الروحي، وحتى ده بتحطوا حد ليه، يعني بتحطوا قطع ليه دلوقتي، وكأنكم بتقطعوا الاحبال الاثرية علشان ترتاحوا تتعافوا. انتوا عايزين تاخدوا بريك لحياتكم، عايزين تنضبطوا في العمل والشغل والحصاد، وعايزين تبعدوا عن العلاقة دي بكل البعد وتتوازنوا. انتوا عايزين لنفسكم التغيير. انتوا هنا بتقولوا انا تعبت، انا زهقت، انا خلاص عايز نفسي حاجة جديدة، ولا عايز باست لايف، ولا عايز قديم ولا جديد، انا عايز مستقبل. يعني مش عايز لا ده ولا ده، وكأنكم بترموا الجانبين. يعني حتى لو انتوا هنا قرارين محتاجين انكم تاخدوا فيهم قرار قاطع، او شخصين، او عايزين تعملوا توازن بين الحالتين، انتوا قررتوا تقطعوا. بتقولوا انا مش هممني ده ولا ده، انا اهم حاجة الاقي نفسي السعادة، الاستقرار، انا بدور على النجاح، ما بدورش على اني علاقة حب تكسرني مرة تانية. بتفكروا بعقلانية جدا ومنطق، وروحانيين جدا فوق ما تتخيل. بتعملوا حالة نمو لنفسكم، حصاد للعمل الشاق اللي انتوا فيه. بتخططوا علشان تبعدوا كل البعد عن اي علاقة سامة في حياتكم بتتعبكم. ويمكن العلاقة دي كانت جرحاكم كتير، والشخص ده كان بيهرب كتير وبيبعد كتير، فانتوا خدتوا قرار بقطع العلاقة. طيب طاقة الشخص الهارب او الشخص اللي توأمكم، اول حاجة الشخص ده في البعد، طاقته في البعد كآبة، ندم، حزين، مش قادر ينسى، عنده خيبة امل، خسران كل حاجة من غيرك، مجروح جرح كبير ومش عارف يداوي ازاي. حاطط صورتك قدام عيني، لو انت معاه ليك صورة، بس بطريقة او باخرى الشخص ده معاه ليك صورة، او معاه حاجة تخصك بيمسكها في ايده ويندم ويزعل ويبكي عليها. حاطط كل اعتماده في العمل، عايز يحقق الامن لحياته، متعلق بيك تعليقة كبيرة جدا ومش قادر انه يستسلم، في طاقة انتظار هتموته. يعني طاقة الانتظار مخلياه لدرجة المرض، الشخص ده مريض وتعبان، حياته فيها ايه دلوقتي؟ حياته بتتشقلب، حياته فيها صحوة، حياته فيها يمكن طلاق، يمكن قطع، يمكن تغيير. الشخص ده بيتغير حياته كليا، ده بيصحى، ده بيفوق، عنده شغف كبير جدا ناحيتكم، طاقة نارية، يمكن يكون برج الأسد ويمكن أي برج تاني ناري. الشخص ده متمسك بيكم جدا، لكن مش عارف يعمل حاجة، حاسس ان انت الأمان لي، الاستقرار، الحماية. الشخص ده من غيركم بيضيع، بس هو اللي عمل كده في نفسه. طاقة العلاقة هنا قطع تام وعند من الطرفين،
انت بتعند وهو بيعند. الشخص ده عمل شيء حصل فيه كده من القدر من ربنا. ليه بقى؟ العلاقة دي علاقة باست لايف من الدرجة الأولى، كمان فيها عقد روح زواج، فيها عقد روح زواج. وبسبب هروب الشخص ده هو بيعاند القدر. انت بتعاند مين؟ عشان كده ربنا ادى على دماغه كتير. ليه بقى؟ لان العلاقات دي من النوع ده بالذات بيكون ربنا اللي حميها، ربنا اللي عايزها تتم. ده قدر وكان لازم يتم، عقد روح زواج ولازم يتم على الحياة دي في الأرض دي على الواقع ده. ربك لما بيريد يجمع الشمس والقمر مع بعض، الاختلاف التام علشان تغيير معين في طاقات الكون، أو علشان إنك أنت تتعلم وتاخد دروس وهو يتعلم وياخد دروس، وأراد إنه يجمع العلاقة دي على الأرض هيجمعها مهما كانت الفروق. فكان في هنا عقد روح زواج، مفروض كان الشخص ده يتزوج منك على أرض واقع في هذه الحياة. بسبب هروبه قلة حيلته وشخصيته الضعيفة واستسلامه للواقع اللي عنده، ده خد صحوة كبيرة في حياته، ابتلاء عظيم. انت بتتحدى مين؟ انت بتتحدى قدر؟ ده قدرك وكان لازم يسيبك. انت بتتحدى مين؟ ده ربنا اللي اراد بالشيء ده، فانت بتتحدى الشيء ده. انت اللي بتاخد الكارما لغاية ما تفوق وترجع. هتفضل كئيب، حزين، خسران، ندمان، تعبان في حياتك حتى يؤون الاوان ويحصل الشيء المقدر بمزاجك او رغما عنك. الشخص ده تعب في حياته كده، ده تعب. طيب حاله ايه في البعد يا صاحب رسالة؟ تعبان، مش قادر، مشاعره في البعد هيتجنن، حاسس ان انت مشاعره ليك انت بقى في البعد، حاسس ان انت محترم نفسك، محترم ذاتك، قاعد في مكانك وبتقول انا عملت اللي عليا ومش هعمل شيء تاني، حاسس ان انت قطعت وبتعيد تقييم نفسك وبتعيد تقييم المواقف، وحاسس ان انت انسان بينكشف قدامك الحقائق بدون ما حد يقول لك عليها، وكأن ربنا فتح لك عين البصيرة. الشخص ده مريض، ده طريح الفراش، ده تعبان جسديا وتعبان روحيا. الشخص ده مش عايزك تشوفه هو وصل لإيه، كتر الإيجو اللي عنده مخليه مش قادر إنه يوريك وشه، واخد قرار بانه هو كمان يبعد بسبب انه هو خايف يجي، خايف يواجهك. ده خايف يجي انت تديه على دماغه، عايز يفاجئك وعايز يجي، لكن الخوف، التردد، التردد. عارف انك قطعت بسبب علاقة ثلاثية، وعارف انك صبرت عليه كتير وهو اتأخر عليك كتير. الشخص ده تعبان جدا يا جماعة، بيمر بطاقة صعبة جدا، كمان بيتمناك ليل نهار وبيدعي، لكن بيمر بطاقة صعبة. للبعض منكم مش للكل، الشخص ده يمكن كان معاه طاقات سحر، معاه طاقات سحر، ويمكن هي اللي كانت بعده، ويمكن دي كانت كرمته في الدنيا لأنه بعد وهرب، ودي كانت الصدمة في حياته أو المفاجأة الكبيرة إن ربنا يصيبه بالشيء ده علشان يحرم بعد كده يعاند في قدره. ربنا حطك قدام الشخص ده لعلاجه، لشفائه، لخروجه من طرف ثالث صعب، لبعده عن علاقات سامة، ولكن هو ما عرفش الكلام ده اللي متأخر. إمتى بقى؟ بعد ما صحي وخسر وندم وندمان عليك وبيقطع هدومه ندم. الشخص ده بيقطع هدومه ندما عليك، بيمر بمرحلة صعبة، كمان بيبتدي يخرج منها على فكرة. لا، الطاقة هنا عكست معي،
بصوا حبايبي، يعني هو كده فعلا في مرحلة الموت والحياة، يعني مرحلة اللي هو التحول خلاص، قام بالصحوة الروحية مرة واثنين وثلاثة، لما خلاص الشخص ده في الوقت ده بيفوق وندمان عليكم جدا، ده بيعد صوابعه العشرة ندم عليكم، هيموت ويكون معاكم مرة تانية. شوف كده الشخص ده ناوي على ايه، يا ترى ناوي على رجوع او ناوي يعمل ايه في العلاقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ناوي يقول لك حقيقة، ده ناوي يقول شيء في قلبه، بس طاقة الاحباط ملياه، طاقة الخوف ملياه، كمان مسافر، يعني في حاجة هنا طاقة سفر بينك وبين الشخص ده او بعد مسافات، بس بيقدر يطمن عليك على فكرة ويقدر يعرف اخبارك. كمان الايجو العالي خايف منك انك تجرح له كرامته، تزعله، حاسس انك هتتخلى عنه، مشاعره فيها احباط ودموع، بيعيط بيبكي، الشخص ده فعلا بيبكي وقلبه مكسور جدا ومجروح، وبيغير عليك غيرة عمياء عمياء يا جماعة، محبط محبط محبط، مش قادرة اقول لكم كمية الاحباط اللي في الشخص ده. طيب كمان اشوف لكم بقى رسائل من روحه، عايز يقول لكم ايه في البعد يا ترى، اما هو حلو بالندم والكآبة دي. الشخص ده من بعد ما انت سبته حياته اتدمرت، وكأن الحظ فرقه، بس بيشوف تعاسة وكآبة في حياته. رسائله من عقله الباطن بيقولك ايه، انا اسف، بيتأسف اكتر من مرة، لكن جواه فين الشخص ده، الايجو عنده منع ان هو يعترف، لكن هو بيقولك انا تعرضت للخيانة قبل كده، سامحني، اتمنى لو ان اجد يد الثقة. يعني الشخص ده طالب المسامحة، الشخص ده مجروح، بيقولك انا عايز اشفي جرح طفلي الداخلي، مجروح من خيانة سابقة، يا اما من طرف اللي معاه، يا اما شخص اتعرض للخيانة، للفقد، للرفض. بيقولك انت دايما في خاطري وفي بالي، انا تعبت من خروجك، من الاتصال بيني وبينك، يعني تعب من انك تبعد عنه او يبعد عنك. بيقولك كل شيء حواليا بيخليني اتحول بدون سيطرة، وده بيخوفني. كمان بيقولك من فضلك امنحني مساحة في قلبك، اذا كنت رجل او امرأة بقى. بيقولك انا حبيت واردت في حياتي ان اكون محبوبا وان احب دون قيد او شرط، ولكن علاقتنا كانت كلها قيود. ده بيقول انا تعبت في البعد عنك او عنك، عايز حياة معاكم. بيقولك يا ترى انت عايزني بعد كل اللي انا عملته فيك، لكن انا عندي امل ان علاقتنا هتتطور الى المرحلة التالية. الشخص ده بيبكي يا جماعة. بيقول لكم كمان ارسل لك اشارات باني اريد العودة الى حياتك. ده تعبان، بيموت، بيخلص. بيقول لك كمان انا لما شفتك كان حب من النظرة الاولى، من اول ما شفتك وانا بحبك، انا شفتك في احلامي قبل ما اشوفك في الحقيقه، عيونك كانت بتطاردني في الاحلام، كان الشخص ده شاف عينيكم في الاحلام قبل ما يشوفكم، علشان كده لما شاف عيونكم الشخص ده اتصدم، اتفاجئ بيك. عارفين كده عنصر المفاجاه، لما يشوف حاجه بيشوفها بقاله زمن في احلامه، بيحلم بالعيون دي، بالشكل ده، بالانسان ده، على انه زوج ليه او زوجه ليه، ودايما بيشوف عيون معينة في خياله أو في أحلامه، ويقوم يلاقيها في الحقيقة كده. القدر هو اللي حطكم قدام بعض، ده توقيت قدري، والعلاقة اللي بقى فيها توقيتات قدرية، وربنا بيعوز يعمل فيها الشيء أو يجمعكم، وحد فيكم بيخالف ده وبيبعد وبيخاف وبيهرب، فبيعاند القدر، فبياخد بالنسبة له، بياخد الكارما، إذا كنت أنت ولا هو بقى. الشخص ده نفسه يمسك إيدك، نفسه يكون معاك. الشخص ده راجع، مشي بس راجع، هو في طاقة هارب دلوقتي، منعزل عن العالم ومريض وتعبان، بس
بيحقق أمنية في حياته في المال أو الثروة، عشان هو تعبان ماديا، وبعد كده راجع الشخص ده راجع وبقوة وبسرعة، ده جاي بسرعة جدا، بيقول لك أنا برسل لك إشارات بإني أريد العودة لحياتك. يعني بيجي لك إشارات كونية أو علامات، أرقام، حاجات بتدل إن الشخص ده راجع، ويمكن رسالة زي كده بتقع قدامك بتقول لك إن الشخص ده راجع، بس المرة دي راجع بقى بعد ما فاق، بعد ما صحي، بعد ما تفاجئ إنك توأمه، بعد ما عرف إنك أنت توأم روح أو توأم شعلة. الشخص ده كان بيبحث كتير على توأم الروح والتوأم الشعلة، لغاية ما اكتشف فعلا ان اللي بيحصل معاه ده علاقة توأم شعلة او توأم روح. في منكم الشخص ده جاي يتقدم لزواج، يعرض عليكم عرض زواج، نفسه يمسك ايدك وما يسيبهاش ابدا. الشخص ده ما بينامش، وكأنك انت اللي هتكون الوسادة بالنسبة له، من ساعة ما سابكم هو ما بينامش، عشان كده تعبان ومريض، جسمه تأثر. يا ربنا ان شاء الله يقدم لكم اللي فيه الخير، لان العلاقة دي فيها توقيت الهي، والشخص ده راجع رغما عنه، ده مش بمزاجه، دي علاقة قدرية من باست لايف، علاقة فيها توقيت قدري، توقيت الهي بالتواصل او الزواج، لان فيها عقد روح زواج. انا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا ربكم فتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.